يقول وهل صحيح في أن أذكار الصباح والمساء تقرأ فقط في بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، أم هناك وقت متسع؟ الوقت متسع لهذا، إن جعلتها بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر فهذا حسن، وقراءة آية الكرسي والسور الثلاث هذا مشروع بعد كل صلاة، مشروع حتى بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، مشروع في كل صلاة، ولكنه يتأكد في الصباح والمساء ليكون في مقدمة الأذكار الصباحية والمسائية والأوراد الصباحية والمسائية. نعم.